يا اهلا يا اهلا، النهارده في الفيديو ده فيديو بجد كنت برتب له بقالي كتير جدا. هعرفكم ازاي بقابل ناس دايما وانا بسافر وبتعرف عليهم، بعمل صحاب طول ما انا مسافره، وازاي كمان بقعد ببلاش بدون اي مقابل مادي. مبدئيا انا قاعده دلوقتي في بيت في مدينه سانت بطرسبرغ في روسيا، وده يعني اخر ايامي هنا في روسيا، ولحد دلوقتي انا قاعده بقالي 10 ايام ما دفعتش ولا جنيه يا جماعه ولا دولار في اي اقامه خالص وانا قاعده، سواء في موسكو او سواء هنا. فخليني الاول اوريكم كده البيت. مبدئيا انا قاعده على الشباك الجميل ده، بصوا مكان اقعد فيه، ودي الاوضه اللي انا دي شنطتي الجميله صديقتي في كل السفريات. شايفين ده السرير، دولاب، الاوضه كبيره جدا ونظيفه جدا. بقعد اشتغل لكم اعمل فيديوز هنا من بعض الاماكن يعني. وبعدين هنطلع، بصوا حمام نظيف جدا، في حمام تاني كمان، ودي اوضه تانيه بيبقى فيها ضيوف تانيين يعني. ودي انستازيا. هلو، بريفيت. بروسكي جواري انستازيا من برضو قاعده زي بالظبط، يعني قاعده في المكان هنا على كاوتش سيرفنج، وهنا ده المطبخ، شباك كبير، بلكونه، وده مكان تاني بعمل عليه، بقعد اشتغل لكم عليه. وده رومان، هو صاحب البيت. احسن هوست يا جماعه في العالم تقريبا. I'm saying you're the best host ever. No, just lying. Weird, but of course certain privacy. Or should I say not about a free place to stay, but it's, I think it's more about not about your wallet, but more about your soul. Like you meet some friends, you spend your time interesting in the city, you get to know with him. With me or without me or with some other guys or girls or whatever. And that's a good option to know the city better. Like the locals can say some advices for you, can guide you through the city, can help you make some interesting time in the city. Yeah. So that's the story of the couchsurfing in general. وطبعا يا جماعه هنا بيبقى زي اقامه في اي بيت، يعني كأنكم قاعدين في بيتكم. فطبعا يعني مثلا بتستخدموا اي طبق او بتستخدموا اي حاجه بتغسلوها. انا بجيب اكلي، وفي طبعا ثلاجه، من كل واحد بيحط حاجته في مكانه. Is it safe? Let's ask an ambassador in couchsurfing. Is it safe to stay, or how people can make sure that it's a safe well, place? Well, the service itself can't guarantee you anything because it's a platform. It's not a people, but it has so many tools for you to help to understand whom are you going to. The main thing is the references, I think. So if you see a profile of some guy with, let's say, 50 references. And they are all good. You can read them. You can understand what's happening in the place itself. Like, what is the place? Who is this guy? Would it be good or not good for you to stay? So you get the picture at least. رومان يا جماعة استضاف بتاع 200 جيست مثلا. شايفين بقى دي كلها الذكريات والحاجات اللي الناس بتجيبها له او من البلاد عامة. ودايما الحلو في كاوتش سيرفنج ان كل الناس اللي عليه بيبقى عندهم الثقافة بتاعت السفر عامة. يعني هتلاقوا بقى مثلا معظم ما فيش مكان غالبا دخلته هوست حد يعني عمل لي هوستنج عامة، غير لما يبقى عنده خريطة عالم موجودة، بيبقى سافر مثلا بتاع 40 دولة، استضاف ناس من 200 دولة، حاجات كده بقى يعني. خليني دلوقتي انزل اوريكم البيت من تحت. اولا هنا بيسيبوا البيبان مفتوحة عادي، بصوا قفلته اهو، افتحها، بسيطة خالص. استنى احنا فين بقى؟ في الدور التاسع هنا.
اهو يا جماعه شايفين الكومباوند، في جنينه، في مكان لعب الاطفال، في بتاع مثلا مش عارفه كام بتاع 20 برج غير. ويا جماعه انا بصور لكم، شايفين الشمس؟ انا بصور لكم دلوقتي الساعه 7 بالليل، 7 او 8 كمان، مش عارفه. سمعتوا عن حاجه اسمها ظاهره اسمها الوايت نايتس او الليالي البيضاء؟ دي بتبقى يعتبر الدنيا ضلمه، الدنيا صبح لحد حتى بالليل، يعني الساعه بعد الساعه 12 بالليل مثلا، ده بيبقى اقصى بقى وقت ضلمه، بتلاقوا السماء زرقاء زي بالظبط الساعه مثلا 7 كده عندنا في مصر فور اكزامبل، او لبنان، او اي كل البلاد اللي انا روحتها يعتبر العربيه. انا لقيت رومان بناء على الريفرنسز زي ما هو كان بيتكلم. ريفرنسز يا جماعه تقدر ان انتوا تتاكدوا هل الشخص ده يعني امان ان انتوا تقعدوا معاه او لا. تقدروا تعملوا فلترز كتيره برضو على كاوتش سيرفنج، سواء مثلا بالجندر بنت او ولد، عنده ريفرنسز او لا، فيريفايد الاكونت بتاعه او لا، مكانه، مش عارف بيتكلم انهي لغه وهكذا. فالدنيا بتبقى لذيذه جدا. انا استخدمت كاوتش سيرفنج يعتبر في كل البلاد انا روحتها، ايران، هنا روسيا، لبنان، كل يعتبر كل الاردن، وكلها بصراحه بتبقى بطريقه زي ما بقول، يعني وضحت لكم انه بس مش موضوع ان انتوا بتوفروا فلوس، لان في اوبشنز لان في اوبشنز كتيره تقدروا ان انتوا تقعدوا فيها ببلاش في اي بلد. لكن الفكره ان انتوا بتتعرفوا على ناس، بتتعرفوا على ثقافه الناس اللي قاعده هنا في البلد، بتشوفوا هما بياكلوا ايه، بيروحوا فين، بيخرجوا ازاي. ودي بصراحه اكتر حاجه انا بنبسط بيها هنا يعني لما بسافر عامه، ما بقاش عايزه ان انا اعيش كسائحه، يعني اروح بس الاماكن السياحيه واقعد في فنادق زيها زي اي مكان تاني في العالم. ف اتمنى يكون الفيديو فاتكم كده حاجه بسيطه عشان اوريكم بس ازاي ان انا بتنقل او بقابل ناس او بقعد ببلاش في كل بلد بروحها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، واشوفكم في الفيديو الجاي. ولو عايزين تشتركوا في قناتي عشان تستفيدوا بمزايا اكتر وتدعموني برضو في رحلتي، ممكن تشتركوا هنا في القناة او تشتركوا على باتريون، برضو فيها تلاقوا باكيجز كتيرة. لو عايزين تبوك مثلا ساعة كل شهر معايا كان احنا نتكلم او يبقى في ميتنج او حاجة، هتلاقوها في باتريون او على يوتيوب هنا الباكيجز اخر باكيج. واشوفكم في الفيديو الجاي، باي باي.